للعرب. هنا بيير غاسلي اوف، هنا الفارق لما يكون عندك كمية وقود قليلة وكمية وقود كبيرة. لهذا السبب اللي بيسأل في تجارب لهذه الأشياء، لا تقدر تعرف الليمت، لا تقدر تعرف الماكسيموم من سيارتك لما يكون فيها وقود وتكون خالية من الوقود. لأن هذا الأزمنة اللونج ران، فالتيري بوتاس بلفاته الأخيرة كانت دقيقة